السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 78 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World. والجزئية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي جزئية خاصة بالحوائط السندة أو Retaining Wall. طبعا يعني يمكن احنا كنا زي ما درسنا في أثناء الكلية في أنواع مختلفة للريتيننج وول مستخدمة في سند تربة، خاصة لما يكون في فرق ارتفاعات، يعني مثلا لما يكون ده منسوب طريق فوق وده منسوب طريق تحت، فلسند الفرق ده بنستخدم حوائط سند. طبعا كان في جرافيتي وول، كانتليفر وول، طبعا في شكل مختلف للكانتليفر برضو، في رينفورسد سويل وول، بيسمنت وول، بطمومات، البريدج ابطمنت، الاكتاف بتاع الكباري، انكورد بالك هيد او تاي باك وول. يمكن اللي هنتكلم عليها النهارده او الحائط اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو رينفورسد سويل وول. زي ما انت شايف هنا يمكن ده كان احد تطبيقات هنا الحوائط اللي هي اسمها الحوائط المثبتة ميكانيكيا. زي ما انت شايف فيه عندنا هنا نفق ومستخدم لتعدية خط سكة حديد ولسند الطريق من فوق او لسند الاتربة اللي موجودة هنا، وبحيث انه بيكون في طريق مستخدم فوق سواء للسيارات او المشاة او اي مكان، فمستخدم فيه الميكانيكال ستابليزنج وول. زي ما انت شايف هنا برضو يمكن هنا الطريق المستخدم لحركة سيارات. زي ما انت شايف هنا في بريكاست بانلز زي ما انت شايفها بالشكل ده بتتركب مع بعضها بحيث ان هي تعمل حائط سائد. ده كان يمكن في موقع تاني، طبعا المواقع دي يمكن كان في المملكة السعودية. زي ما انت شايف هنا برضو الحائط استنادي مستخدم، زي ما انت شايف الارتفاع طبعا عالي وبرضك مستخدم في الميكانيكال ستابليزنج وول. ده يمكن بس كبداية يمكن ملف ده من هاند بوك ده الكاتب ليه. ده بس شكل العناصر المستخدمة في الميكانيكال ستابليزد ايرز. انا كنت بقولها وول يعني، لكن هي Mechanically Stabilized Earth أو MSE Walls اختصارا. زي ما انت شايف هنا الكومبوننت الموجودة هنا يمكن ده أهم عنصر عندنا هنا اللي هو الوول أو البريكاست وول. بيبقى فيه زي أدمة بحيث إن احنا زي النظافة كده أو ليفلينج باد، وفي هنا بتكون فيه فواصل بين البريكاست. هنا الوودن ويدجت دي بحيث إن هي تظبط الرأسية، إن شاء الله نتعرض لها بعدين. الوول فيسنج بانلز البانيلات المستخدمة هنا، وفي زي تغطية كده من فوق، وفي هنا الوول رينفورسمنت كونكشن، في فلتر فابريك هنا مستخدم، في هنا السويل رينفورسمنت. وهو طبعا يمكن سبب تسمية الحائط هنا ان هو كرينفورسد وول بسبب الرينفورسمنت المستخدمة هنا. هنا سيلكت باكفيل، في طبقة ردم لها مواصفات خاصة مستخدمة هنا. هنا امبانكمنت فيل، ده طبعا طبقة ردم عادية زي ما انت شايف هنا. ده شكل للام اس بي وول. هنا في الليفلنج باد، في هنا الحائط زي ما انت شايف مستخدم كده. ده الوول فيسنج بانلز، في هنا السويل ريفيرسمنت وسيلكت باك فيل. ده اللي هي الوول كومبوننت. فزي ما انت شايف هنا ده برضو كانت صوره تانية لمدخل نفق، وبرضو مستخدم البريكاست او الام اس اي وول في الحوائط السنده. ده شكل يمكن البريكاست بانلز، طبعا هي بتيجي تقدر تتعاملها في الموقع. ان شاء الله ممكن في الفيديو الجاي ان شاء الله هنوضح شكل او اثناء الصب. زي ما انت شايف البانلز اللي موجوده هنا بيكون فيها تجويف كده بحيث ان هي تتعشق مع بعضها. هنا ده برضو بيبقى فيه تجويف داخل زي الميل والفيميل كده يعني، وبيكون في فتحات في البانيلات من فوق بحيث ان هي يعمل فيها ترابط راسي بين البانيلات راسيا. بيكون الجزء ده في تجويف كده، ان شاء الله نتكلم عنه في الفيديو الجاي.
ده زي ما انت شايف ده التجويف اللي بيتعشق، ده زي ما انت شايف هنا بيكون في تجويف لجوه بحيث ان هم افقيا بينزلوا مع بعض وبيتعشقوا مع بعض. طبعا بيكون حسب ال يعني حسب حسب التصميم اللي موجود عندك، حسب الابعاد، حسب اللوكيشن موجود عندك، يكون في ابعاد كتيره حسب التصميم اللي موجود. زي ما انت شايف هنا اشكال مختلفه، ما فيش شكل ثابت. يمكن ده برضو بانل اكبر من اللي في الصوره السابقه، يمكن برضو ده كان احد المشاريع في المملكه السعوديه. زي ما انت شايف هنا بانل اكبر من اللي في. نبدأ بيه بس في الفيديو ده ان شاء الله شكل بسيط بس كده لتركيب البانيلات. زي ما انت شايف ده كان فيه هنا نفق، وفوق النفق ده هيكون فيه طريق مستخدم لحركة السيارات، فكان في الجزء ده بيتم الردم يمكن لحوالي ارتفاع حوالي 10 متر، وكان مستخدم فيه الام اس اي وولسي. طبعا زي ما انت شايف احنا كان فيه هنا أدمة كده من تحت بحيث ان هي تكون طبقة نظافة، والبلوكات او البانلز المستخدمة زي ما انت شايف هنا يمكن مستخدم بانلين بس، وفي النهاية كده عمل زي جزء كتف كده بحيث ان هو يسند اول كورس او اول جزء او اول طبقة او لاير من البانلز المستخدمة. ده زي ما انت شايف هنا كانت موجودة كاست ان في الموقع، وديت البانلات زي ما انت شايف هنا متركبة، وزي ما انت بيبقى بيمسكها مع بعض كده بحيث ان هي ما تقعش لغاية اما يردم وراها. ده يمكن صورة مختلفة، ده يمكن هنا شكل كان الأدمة من تحت يمكن كانت لسه واضحة شوية، وبيتم طبعا العزل من بره قبل القيام بأعمال الرد. زي ما انت شايف الحوائط يمكن كان في الصورة اللي فات كان في جزء كان فيه حائطين بس، وفيه موجود الكتف اللي موجود هنا زي ما انت شايف في موجود 4 1 2 3 في 4 بانيلات مع الكتف. طبعا كل ده بيرجع للوح الموجودة او التصميم المختلف حسب كل مشروع، وبرضو كتثبيت مؤقت بيعملهم كده بيمسكهم مع بعض بتايرود، وبيكون في مربع خشب من هنا ومن هنا وبيمسكهم بتايرود كده مؤقتا، لان هو بعد كده بيشدهم ويثبتهم في التربة الداخلية. ده طبعا الفواصل بعد ما بيركب مثلا اول كورس من البانلز الموجوده. الفواصل الداخليه هنا بيركب زي جيوتك ستايلز كده بحيث ان هو ما يعملش تهريب للتربه من جوه. طبعا الفتحات ديت انت شايفها ديت بيتم تركيب فيها احزمه، ان شاء الله هنوضحها في الفيديو اللي جاي وايه التفاصيل بتاعتها. بس لغايه ما بيوصل لمنسوب الردم هنا فبيركب احزمه كده بتشد للتربه الداخليه. زي ما انت شايف الوصلات من جوه بيركب عليها جيوتك ستايل زي ما انت شايف هنا، بس كان يمكن في بين الكتف اللي في النهايه والبانلز في ركبه كده فبرضه بيركب فيها. طيب زي ما انت شايف يمكن هنا ده كانت عباره عن بلوك خرساني او بلوك طوب حتى مستخدم حسب المواصفات اللي موجوده عندك، وبيعمل الجيوتك ستايل بيلزقه كده بحيث ان هو ما يعملش تهريب للتربه. زي ما انت شايف هنا الفتحات اللي موجوده في الحيط من فوق، لان هو بتركب البانيلات راسيا بيعمل تراكب بينها في اسياخ حديد بتتركب ما بينهم. وافقيا زي ما قلنا انه التجويفات ديت بتتعشق في بعضها. طبعا هنا خلاص ساعة ما بتتركب أول صف من البانيلات اللي انت شايف هنا 1 2 3 4 بتبدأ تعمل عملية الردم ورا الحائط. زي ما انت شايف بيبدأ يردم على طبقات، وبيردم أول طبقة لغاية المنسوب الفتحات اللي موجودة في الحوائط، لأنه علشان يقدر يشد الأحزمة اللي هتثبت في الطب. ده يمكن كان في احد المشاريع برضو مختلفة في اماكن في مشروع تاني في احد الاماكن، ولكن هنا انه مش مستقيم يعني يمكن في الصورة السابقة هنا بس يمكن حائط عبارة عن 4 باكيات وكتف في النهاية، لكن هنا في
تقاطعات او تعامدات بالنسبة للحائط المستخدم زي ما انت شايف كده ماشي كده على الزاوية ديت، وبعد كده دخل عمودي وبعد كده رجع داخل تاني. ولكن هنا اذا كان في تعامدات زي ما انت شايف في الصورة هنا، فلازم بعمل حاجة تعمل تقوية او دعم للزاوية، سواء هي زاوية قايمة او سواء زاوية منفرجة. الزوايا دي او التقاطعات دي بتكون ضعيفة بالنسبة للحوائط، فلازم تعمل فيها زي مثلا زي ما انت شايف الصورة في كاست ان كولومز مستخدم زي ما انت شايف هنا الصورة ديت. زي ما انت شايف العمود طبعا جاي بزوايا ما هوش قائم على حسب زوايا المشروع، لكن بس هنا انت يعني يمكن هنا العمود كان تم الصب بتاعه، ولكن من الصورة ديت انه بيتم تركيب فيلر بورد بين البنيلات وبين الكاست ان كولومز، بحيث انه يكون فيه زي فاصل تمدد كده ما يحصلش انه لو حصل يعمل يعني بحيث ان هم يكونوا منفصلين ان شاء الله. طبعا بس يمكن دي صورة اخيرة. طبعا يمكن البانيلات مع الارتفاعات بتعوز تسند بس البانيلات الاخيرة لغاية ما تثبتها من ورا بالاحزمة. كده نكون وصلنا الى الجزء الاولاني من توضيح فكرة الـ MSE Walls. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنوضح ازاي تركيب الاحزمة اللي بتثبت داخل التربة، لانه هو الحائط بيعتمد اعتماد كبير على او هو اساس الفكرة بتاعته انه بيتم تثبيته باحزمة كما في الصورة بالتربة الداخلية اللي هو اصلا بيست. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكون وضحت الفكرة او كمقدمة بسيطة للميكانيكال ستابلايزد ايرز وول اللي مستخدمة في سند التربة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.